شايف ان الاهلي ممكن يفرط في وسام ابو علي لو جاله عرض ضخم؟ ما هم ادرى، بس لو جاله خلي بالك الاهلي اعانه كتير قوي عشان يلاقي راس حربه، ايوه ففكره الراس حربه دي مش بالساهل. لازم لو سابه، خصوصا جمهور الاهلي مش هيسيب اداره الاهلي تسيب وسام كده وخلاص. جمهور الاهلي صعب ومتطلب، عايز يكسب على طول وعايز يجيب احسن لعيبه. فانت قعدت 3 سنين بتدور على راس حربه لغايه لما وصلت لوسام. السنه اللي فاتت كان مودس ده صعب جدا والناس مش مستحملاه، فلما جه وسام انت لقيت مهاجم عصري بجميع المقاييس. فكره بس زي ايفولا لما جه الاهلي، لما اتباع برقم كبير جدا بس جابوا وراه حد تاني مش فاكر مين كان كويس. فخلاص فده قدر انت كسبت فلوس وعليك الجزئيه اللي لازم. انت بتعامل جمهور، جمهور الاهلي كبير ومتطلب. هل بتحس الكلام اللي بيتردد ان امام عاشور في الزمالك كان افضل منه في الاهلي ده حقيقي، ده كلام فني ولا كلام ليه علاقه بان في الزمالك ما كانش نجم زي الاهلي؟ فكان بيبذل الجهد اكتر ما بيكسب، يعني دي وجهه نظري. هو في الزمالك كان ساسي النجم، او بن شرقي النجم، او شيكا النجم، او زيزو. هو كان بيخبط عشان يوصل للناس دي، فكان بيموت ويروح ويجي ويخبط وبتاع. هو راح الاهلي نجم سوبر، إن بيعمل اي حاجه الناس بتتقبلها منه. راح في حته الدور اللي انا بلاي ميكر اكتر مني ديفندر مع الزمالك. فالجهد البدني ابتدى يوفره للحركتين تلاته اللي قدام ال 18 للشوطين للجول. كمجهود بدني كان في الزمالك بيبذل اقصى من كده، لانه ما كانش نجم النجوم. كان لعيب كويس طالع لسه صغير هيبقى نجم. ابتدى اخر سنه طبعا ياخد وضعه، بس برضه ما كانش لسه اللي هو حتى في الحته دي. لما راح الاهلي تحول الى النجم. والاهلي نادي كبير جدا وبيصيط وبينجم بشكل كبير جدا، فهو راح لحته ان انا هبقى نجم، اللي هي فكره اللعب ان انا على الترقيصه على الشوطه على الجون. لكن كمجهود الزمالك كان مجهوده، كان في الزمالك مجهوده اكتر شويه. رايك ايه في تألق طاهر؟ جميل، شخصيه محترمه جدا واشتغل على نفسه وده برضو يخلي الناس يا جماعه لو حد مش كويس قومه، انتقده بهدوء عشان يبقى كويس، انتقده عشان تخلص عليه. طاهر ممكن دماغه كويسه قدر يشتغل على نفسه، في ناس تانية ممكن تقع ما تطلعش تاني وتنزل ما تعرفش تلعب كوره. ايوه، لكن طاهر عنده على فكره مقاومات، لعيب كويس قوي، سريع وقوي، وبعدين ممكن يلعب في كذا مكان. يعني لعب مره باك رايت كان كويس، لعب في نص ملعب، يلعب راس حربه، سريع بيشوط، وهو طيب ومحترم. ايوه، فمركز في شغله، مع مش يعني دماغه قادره تساعده، شخصيته وعقليته قادرين يساعدوا. كويس، متعلم كويس. الحاجات دي خلي بالك مهمه جدا في الكوره. صح، انت ممكن تبقى لعيب كوره جامد جدا بس دماغك ما اتعلمتش، فما بتعرفش تتصرف في الاوقات اللي انت فيها ضغط، اللي فيها حاجات. لكن طاهر بصراحه جميل، واتمنى يا رب نكمل بالشكل. النوعيه دي من اللعيبه عايزاتها موجوده كتير في الملاعب المصريه، اللي هي اللعيبه المحترمه المؤدبه. صح، اللي بتلعب كويس، اللي ما بتعملش مشاكل في مع الانديه وبعض، ما تعرفش تنزل حاجات تدخل ده على ده، باصص لنفسه يعني.